أهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات برنامج التعليم المفتوح تلت أول مدمج. سوف نتناول بالشرح المقرر الخاص بصناعة القرارات الإدارية. الفصل الأول، نريد أن نتعرف على مجموعة من الأساسيات التي يجب أن يلم بها الدارس في عملية اتخاذ القرارات. أولا، تعريف المشكلة. يقصد بالمشكلة بأنها هي الشعور أو الإحساس بوجود صعوبة لابد من تخطيها أو تجاوزها، أي أنها تصطدم بواقع لا نريده. أو يمكن القول أن المشكلة ما هي إلا انحراف ما بين الأداء الفعلي عن الأداء الذي تم تخطيطه من قبل. ثانيا، أنواع المشكلات. يمكن توضيح الفرق بين نوعين أساسيين من المشكلات: المشكلات المفتوحة والمشكلات المغلقة. بالنسبة لخصائص كل منهما، أولا، المشكلات المفتوحة لا يعرف لها حل محدد، ولكن المشكلات المغلقة يكون لها جواب محدد ومعلوم. المشكلات المفتوحة تنقصها المعلومات، بينما المشكلات المغلقة المعلومات موجودة. المشكلات المفتوحة تتنوع طرق وسبل حلها، بينما المشكلات المغلقة يطبق الفرد قوانين ومعادلات للوصول للحل المناسب. كمثال للمشكلات المفتوحة، تدهور الحالة المعنوية للفريق، وكمثال للمشكلات المغلقة، تأخر الموظف عن الحضور في المواعيد الرسمية. طيب، ما هي الطرق المواجهة التي نستطيع استخدامها مع المشكلات المفتوحة؟ عدة أسباب يتولد منها عدة حلول. أما المشكلات المغلقة فالمواجهة تتم عن طريق تطبيق لائحة الجزاءات، وهو البديل الأمثل مع المشكلات المغلقة. ثالثا، حقائق عن المشكلات الإدارية. السرعة في الحل تساهم في إيجاد مشكلة جديدة، فلا يجب على القيادات التسرع في حل المشكلات دون تحليل مسبق، ولكن يجب التأني والتحليل للمشكلات الإدارية حتى لا يتولد منها مشكلات جديدة. لا يوجد سبب واحد للمشكلة، بل هناك عدة أسباب متداخلة. نحتاج الآن إلى مهارات التفكير الإبداعي عند حل المشكلات، فأصبح التفكير التقليدي لا يأتي بثماره في حل المشكلات الحالية في الوقت المعاصر. استقراء المستقبل يمنع من حدوث المشكلة أو يقلل من أثرها. فاستقراء المستقبل ووضع سيناريوهات للتعامل مع المشكلات قبل أن تحدث، والتنبؤ بالمخاطر والمشكلات التي يمكن أن تظهر مستقبلا، يساعد بكثير في تقليل الأثر المترتب على هذه المشكلة. رابعا، تعريف القرار. القرار هو المحصلة النهائية من تنفيذ وظائف العملية الإدارية في سبيل الوصول إلى هدف مشروع ما أو أهداف المنظمة. أما صنع القرار فهي العملية التي يتم من خلالها
تحديد المشكلة والبحث عن أنسب الحلول لها عن طريق المفضلة الموضوعية بين عدد من البدائل والاختيار الحذر والهادف لحل المشكلة. خامسا، الظروف المحيطة بعملية اتخاذ القرار. يوجد ثلاثة ظروف محيطة يواجهها متخذ القرار. إما أن يكون عملية اتخاذ القرار في ظل ظروف التأكد، أو تكون عملية اتخاذ القرار في ظل ظروف المخاطرة، أو تتم عملية اتخاذ القرار في ظل ظروف عدم التأكد. أما بالنسبة لظروف التأكد، بتكون النتائج المترتبة على القرار معروفة تماما. أما بالنسبة لظروف المخاطرة، بتكون النتائج المترتبة على البدائل معروفة، ولكن في صورة احتمالية وتقديرية. بالنسبة لظروف عدم التأكد، تكون النتائج المترتبة على القرار غير معروفة تماما. وهناك بعض التطبيقات على النحو التالي. اتخاذ القرار. بالنسبة إلى مدى روتينية القرارات، يمكن تصنيف القرارات إلى القرارات المهيكلة والقرارات غير المهيكلة. بالنسبة لنوع الجهد في القرارات المهيكلة، فهي قرارات بسيطة وروتينية، بينما القرارات غير المهيكلة هي معقدة ويعتمد بدرجة كبيرة على الابتكار. أما بالنسبة للقرارات المهيكلة، فهي تتأثر إلى حد كبير بالخبرة السابقة، بينما القرارات غير المهيكلة لا يوجد تأثير للخبرة السابقة. غالبا ما يتم اتخاذ القرارات المهيكلة من خلال المستويات الإدارية الدنيا، بينما القرارات غير المهيكلة تختص بالإدارة العليا وعادة تتم في شكل جماعات. ويمكن الاطلاع على هذه التطبيقات. سابعا، الجودة والقبول في القرارات. جودة القرار تتعلق بالنواحي الفنية للقرار، وتتضمن معايير الدقة والتكاليف والسلامة والإجراءات. وهنا يجب أن يقوم متخذ القرار بتوجيه عدة أسئلة، وهي: هل هناك شروط أو متطلبات لجودة القرار؟ هل هناك معلومات كافية لعملية اتخاذ القرار؟ هل المشكلة التي يتعامل معها متخذ القرار هي مشكلة مهيكلة مبرمجة أم مشكلة غير مبرمجة؟ بينما قبول القرار يتعلق بالنواحي السلوكية لمنفذ القرار، وتتضمن مدى اقتناع العاملين بالقرار، الشعور بالرضا والرغبة والاستعداد لتنفيذ القرار،
وهنا يجب أن يقوم متخذ القرار بتوجيه عدة أسئلة، وهي: هل قبول المرؤوسين للقرار عنصر هام لنجاح التطبيق؟ هل يعرف الأفراد أهداف اتخاذ القرار؟ هل يمكن أن يحدث نزاع بين المرؤوسين بشأن القرار؟ عاشراً، الأنماط المختلفة في توصيل أو نقل القرار. يختلف الأفراد في طريقة نقلهم أو توصيلهم للقرارات للآخرين، ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي: نمط الأمير، نمط الجدلي، نمط المتأمل، نمط مرشح المجالس، نمط الحاكم، نمط عضو المجالس. ويمكن توضيح خصائص كل نمط على النحو المبين. أولا، نمط الأمير. هنا يقوم الفرد بقول القرار بشكل مباشر، وهو لا ينتقل كلمات، ومن ثم يستخدم عدد محدود من الكلمات في نقل ما يقول. بينما النمط الجدلي يدافع هذا الفرد عن وجهة نظره بقوة، حيث يسعى لإيجاد البراهين والأدلة لإقناع من حوله بما يقول، ولا يخشى في الانخراط في مناقشات مع الآخرين، حيث يعتمد على مهارته في عملية الإقناع. نمط المتأمل، لا يحب هذا الشخص الكلام خوفا من أن يؤذي أحد، ويفضل عملية السكوت. نمط الحاكم هو مزيج من نمطي الأمير والجدلي، حيث يخبر الآخرين بدقة بآرائه مداعما إياها بالمبررات. يتمتع هذا النمط بشهرة واسعة، وذلك لقدرته على السيطرة على عملية المناقشات المختلفة. نمط مرشح المجالس هو مزيج من نمطي الجدلي والمتأمل، ولكنه لا يستخدمهما معا، بل بالتبادل وفقا للظروف المختلفة. نمط عضو المجالس هو مزيج من نمطي الأمير والمتأمل، ولكنه لا يستخدمهما معا، بل بالتبادل وفقا للظروف المختلفة. العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار. يمكن توضيح أهم العوامل التي تؤثر في عملية اتخاذ القرار من خلال العناصر التالية: الوقت الكافي، المعلومات السليمة، المخاطرة، المعرفة والمخزون الفكري لمتخذ القرار، جماعة العمل، وفرة البدائل.